مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تناولناه مع الأم ديال حمزة، وهنا الوضع ديالي صعب في هذه المادة. حوالي ساعة من الفيديو حاولت ما أمكن أني نتمالك نفسي أكثر، ولكن الوضع صعب. معي الأب، غنشوف معه تور الموضوع. أنا لا إله إلا الله وصف. أي واحد يكون في المكان ديالي، إحنا بنادم، كنا ضعاف أمام ربي. انت بوات حمزة، عاود لي كيفاش طاح وشنو اللي وقع. وهو كان خدام، كان واحد السبا خدام واحد المقاول، وهو كان مسكين قاعد وتزير، وعيط له قال له جيت خدم معايا، ودخلوا مع ذاك المقاول تفاهم معه وخدام. ومن يطلعوا يخدموا في البالكون، كان هو المدرية خارجة وهو عفط عليها في الجنب، صاحبه نزل والميزان طلعت المدرية وهو طاح. من طاح داو للسبيطار. المهم داز هذاك الشيء اللي داز، ما المقاول ما بغاش يتفاهم معاه، معينا ما نمشيو نعيطوا له في التليفون، عينا باش زعما يعاوننا واخا عشويه. فتالي قال داك السباق كان اللي جابو ولدي لعندو، قال لي اودي عاون ديك السيده راه شنو. قال له اخر مره يا اما تمشي في حالك ولا غنصيفطكم للحبس، الا درتي عندي غنصيفطكم للحبس. واتصلنا ومشينا حنا مور ديك البلاصه ديال الخدمه، وبغينا زعما نهضروا معاه، ودخلنا كاننا غادي نشريو. واتصلنا بالعساس عطانا النمره، ومن عيطنا له دار ما الهضره ديالو ماشي هي هذيك. قالك انا بعد اولا ما طاحش عندي وما كنعرفوش في التليفون، قالك انا ما كنعرفش السيد وما عمر شي واحد طاح عندي. وهذوك الخدامه اللي شاهدين، هذوك الخدامه هددهم هو والسباق وهزهم ومشاو. دابا السباق كان كيهضر معنا، دابا طافي التليفون ما كيبغيش يجاوب، لينا خوفوا وهدوا. بغينا حنا نعيطوا لداك السباق وداك الشيء زعما داك الدراري باش يشهدوا معنا، لا ساعه ما هو دابا جرى عليهم بحال اللي جرى. الحمد لله الدرك الملكي غادي يقوموا بالواجب، ماشي اي كلام غادي يتمرر غير هكاك. عندهم من الامكانيات ومن التجربه انهم يبحثوا اكثر ويعرفوا بان داك الولد كان خدام تما. هذه ادلاء بيانات كاذبه وادلاء بمعطيات مغايره للواقع، هذا امور القانون. حنا ما بغيناش نشوف، ما كنشوفش انا الامور هكا. ها انت كذبتي هنا، اش غتقول ربي؟ كي غادي ليها هاد الوليد 25 عام ولي هزكم. الكلمه اللي قلتي لي قبيله، قلتي لي باقي عندي شي حاجه اخرى هي الاخر غتبيعها دابا. ياك واحد الفريرن ديال الضو هي اللي باقي لي، راه دايرو هنا بيت النعاس غنبيعو، هو اللي كاين. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا نفس الفيديو الاول نفس الثاني، الوضع صعب. ارجوكم جمعيات حقوقيه مغاربه في المغرب وخارج المغرب، نوضع رقم الهاتف ديال الاب وديال الام ارجوكم في سبيل الله. لا صله لنا بالشق المالي، ولكن في اطار ما هو مهني نقل الخبر وقائع معينه، وهذا واقع المجتمع. بعض الامور واضحه، ننقل الحقيقه بصدق وامانه، ومن كان له العكس له البحث، وهذا شيء يثلج الصدر. بحث وتاكد، شوف الوضع الصحي ديال حمزه، لا يدو لا صدر ولا ظهره، مشى دقدق مقاع الجويه. المقاول الانكار تام، ما غاديش تنكر ربي، الله سبحانه وتعالى يعلمه في الصدور. بقى انه نشوفوا احنا واش الواقع كاين ولا ما كاينينش. مشاهدينا الكرام، ارجوكم كل من ساعد هذه العائله في الظرفيه الحاليه، اجر محسوم على الله عز وجل. لتنور راي العام اكثر في الموضوع، شوفوا الفيديو الاول اللي تناولته مع الام ديال حمزه وهذا الاب. ارجوكم العائله الوضع ديالها صعب، كاع الفراش باعوه على قبل هذا الوليد، هو الوليد الكبير هو اللي فيه الامل. هذه المهنه ديال الصباغه كان كياخذها الاب، خد المشعل من عنده الابن، حاول انه يصنع حتى هو شي حاجه اللي كتفرح مرضي الوالدين، هو اللي كاري لهم هنا تيدير فوق من جهته. رغم الوضع الصعب ديال الام اللي فقدت البصر مسكينه في 2019، وكما صرحت لي الاطباء عجزوا انهم يشخصوا اسباب مسببات، ما فيها لا سكر ما فيها والو، في لحظه من اللحظات ما بقاتش كتشوف. حمزه خد المشعل يناضل بشتى الطرق المشروعه والقانونيه، ويكسب رضا الله ورضا الوالدين باش يعاون والديه، الا ان القضاء والقدر له راي اخر. مشاهدينا الكرام، ارجوكم تساعدوا هذه العائله وفق المستطاع، كما سوف ابقى ان شاء الله متتبع لهذا الملف، وسوف اوافيكم دائما بالجديد في الموضوع ديال حمزه. لما لا يا ربي يصح هذا حمزه وندوز معاه فيديو ونشكروا فيه الناس، وشوفوا الناس يطمئنوا على الوضع الصحي ديالو، هذا هو ما نطمح اليه يا ربي.
الاب وصل 60 سنه، الوضع الصحي ديالو ليس على ما يرام، ما قدرش مازال يبقى في الصباغه، خد المشعل حمزه من عنده. النهايه من هذا يلاه بدا اسبوع مع هذا المقاول، هبط من الدوزيام، الشتات من اصعب الاشياء. ارجوكم مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.